أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. منح الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة، وقد أعرب الرئيس عن خالص التقدير للمستشارة لتفانيها في إعلاء كلمة الحق وتطبيق القانون. وشهد الرئيس أداء حلف اليمين للمستشارة فريال قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية، معربا عن سعادته بتولي السيدات مناصب قيادية بالدولة وتقديره للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة. أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا على الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد في قضية التخابر مع قطر، وذلك بعد قبول الطعن المقدم منه على الحكم، حيث عدلت هيئة المحكمة الحكم الصادر بحق مرسي وستة آخرين إلى المؤبد بدلا من السجن لأربعين عاما في قضية التخابر. كما قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية والإضرار بمصلحة البلاد، فضلا عن إعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد. أفاد مصدر عسكري في محافظة الأنبار العراقية بانطلاق عملية واسعة لتحرير إحدى المناطق من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، وأضاف المصدر أن العملية انطلقت من عدة محاور لتحرير منطقة العكاشات الواقعة غرب مدينة الرضبة غرب الأنبار، وشاركت بها قطاعات الجيش والشرطة. وفي محافظة صلاح الدين شمالي العراق أحبطت القوات الأمنية هجوما انتحاريا استهدف مدرسة في قضاء الدور بمدينة تكريت، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال داخل المدينة حتى تتمكن من ملاحقة المتورطين في الهجوم. وافق برلمان كردستان العراق بالإجماع على إجراء استفتاء حول الانفصال في 25 من سبتمبر الجاري في أول جلسة له منذ عامين. هذا وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني رفضه لتأجيل الاستفتاء لكونه وسيلة لتحقيق الانفصال وليس هدفا، ودعا الشعب إلى التوجه نحو الاستفتاء مؤكدا أنه لم يتلقى البديل حتى اليوم. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات الجيش السوري قصفت بأكثر من 20 صاروخا أرض أطرافا في حي جبر شرق دمشق ومناطق في غوطتها الشرقية. وأضاف المرصد أن القصف تركز على منطقة البساتين بين جبر وبلدة عين ترمة وعلى مدينة حرستا ومنطقة النشابية وسط اشتباكات مع مسلحي المعارضة. في حمص أشار المرصد إلى أن القوات السورية قصفت مناطق في ريف المحافظة من بينها مدينة الرستن، مضيفا أن القوات السورية شنت هجوما على مناطق للمعارضة بين محافظتي حماة وإدلب. قتل 4 أطفال وأصيب 10 آخرون في قصف مدفعي لميليشيا الحوثي على حي سكني في مدينة تعز اليمنية. وأوضحت مصادر طبية أن معظم الجرحى إصابتهم خطيرة جراء سقوط قذيفتين أطلقتها الميليشيات على منطقة حوض الأشراف، مشيرة إلى أن القذائف سقطت مساء الجمعة على أحياء شعب الدباء وحي سوق الصميل شرق مدينة تعز. والآن إلى هذه التغطية الحية والمباشرة من أون لايف وزميلي حساني. أهلا بك حساني. أهلا إليك. أشكرك شكرا جزيلا.